يعني تصديقا لكلام اخويا فواز عن حكايه انه يعني بعض القنوات تطارد قنوات اخرى، لأن انت الان لما تشعر انك انت ضعيف جدا بعدم قول الحقيقه، وبدات الناس تتكشف الحقيقه بالنسبه لهم، ترجع الان الى وسيله اخرى، وسيله ضغط اخرى، انك تضغط على لجان معينه لايقاف برامج معينه او لايقاف صوت الحقيقه او لايقاف نشر الفضائح اللي بتمارس من 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 الدويله. الان كنا نتكلم فتره سابقه وفتره زمان، وكنا احنا ناس يعني نتعامل بفترتنا الطيبه، بتعاملنا مع الاخرين بشكل كامل، نتعامل بنوايانا، بحسن اخلاقنا، بتربيتنا مع الاخرين. كنا لما نشعر انه في اي مشكله نقول انه في ايدي خفيه تعبث، ما نعرف من ايدي الخفيه. الان ما عاد في ايدي خفيه، الان اصبحت ايدي واضحه اللي تعبث. يعني كنا نذكرها زمان ما نعرف مين، نشعر انه في اشياء بتحدث ونقول انه في يمكن ايدي خفيه تلعب، الان ما عاد في ايدي خفيه، الان صحيح. اصبح واضح المكشوف للناس كلهم، من اللي قاعد بيعبث في الخليج، من اللي قاعد بيعبث في العلاقه بين ابناء الخليج، من اللي يحاول انه يختلق صراعات بين ابناء الخليج. اعتقد انه كانت الصوره الان واضحه تماما، الكل عرف من مع ومن ضد، ومن الذي يحاول ان يشق الصف الخليجي. نحن سنسير كما نحن عليه، صحيح. كما تعودنا، كما تربينا، كما واناج دولتنا الواضح والصريح والشفاف مع الجميع. ومن لديه بكائيات او لديه اي شكاوي فهو كما يقول مثل يديك اوكت وفوك نفخ. نعم ابو لما،